تبادل تساند ايران اللي هي اخطر علينا من اليهود اصلا، ماشي، تبطل دعم داعش في سوريا، في العراق، في هنا، في مصر اولا، تبطل تدعم حماس. دولة تتدخل في شؤون دولة سياني كانت عربية او غير فهي فكرة مرفوضة وفكرة غير صحيحة. قناة الجزيرة في حد ذاتها كانت قناة لاشعال الفتن جوه الوطن العربي، وكان واضح جدا ان هي اصلا ما بتصدرش عن مصر بالذات غير كل سيء، وكانت عامله قناه خاصه بمصر دون كل الدول العربيه مباشر مصر. قطر دعمت الارهاب في اول حاجه في سوريا، وزي ما احنا شفنا كانت بتمد داعش. داعش ده على فكره ملاش اساس من الواقع، داعش ده كيان اخترعته قطر عشان تهد بيه دوله سوريا. هي الازمه ان قطر تبطل السياسات بتاعتها وتبتدي ترجع خطوه للخلف وتسمع كلام الدول الشقيقه بتاعتها اللي هي كانت بتساعدها، وبطل تسمع كلام امريكا والدول الاخرى عشان خاطر تمشي في سياق الدول العربيه معاها، مع مصر، وتمشي مع بقيه الدول، وبطل تدعم الارهاب. يعني حتى لو بتدعم الارهاب كنوع من السياسه ان هي تاخد حاجه من الدول الثانيه، لا، تدور على طريقه ثانيه تاخدها منهم بدل ما تدعم الارهاب، ودي حاجه وحشه طبعا. أنا تربيت على البلد دي وترعرعت عليها وخيري كل من مصر، أروح أسيب ببلدي؟ يبقى أنا ما ليش خير في بلدي، مش خير في نفسي. القرضاوي مسؤول عن نفسه، أنا شايف إن هو راجل كبير وهيس، فشايف إن هو يروح لدولة تانية ويقف معاها أو يبقى ضد الدولة اللي هو تربى وأهله تربوا فيها، أعتقد ده إنسان حصل له خلل. ظاهريا هم مع الدين لكن هم ضد الدين، بيأيدوا جماعات إرهابية يبقى هم إرهابيين. التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية والانقلاب سهل جدا يتعمل عليهم، لأن هم ناس شرذمة من الناس ملهاش مأوى أصلا، كانوا في الجبال، والملك عبد العزيز عمل لهم دولة. لا ما ينفعش طبعا، كل دولة ليها سياستها الداخلية والخارجية، فما ينفعش تتدخل فيها أنت إزاي. طبعا كل دولة ليها سيادة القانون عندها مثلا، كل دولة ليها سيادتها، ماشي. فأنا ممكن في دول بتتدخل عشان إرهاب، تدخل إرهاب بيد بتدمر السياحة، بتدمر اقتصاد البلد. مصر والسعودية ما زال يرفعان شعار الحوار بالرغم من تجاوزات المستمرة لقطر لكونها تدعم الإرهاب وتشكل تهديدا خطرا نحو أشقائها العرب في المنطقة. حسام البهيدي، القناة 24، القاهرة.